نجيب شي حاجه لولادي والله العظيم اخويا ما عرفت اش ندير. دخلوا عليا لما في الدار ما كاين لا كون ماشي الناس اللي عتقوني هذا الشيء. سبعات الناس مشاو ليا الحواله مشاو ليا الدجاج تكرفسوا ليا ما ناكلوا والفراش وكل شيء عند الدار. انتم ما كتشوفوا ليا في الحاله ديالتي هو كان عايشوا حنا الدراوش ما عندي فين نجيب شي حاجه. ولدي تهرس داك الراجل تا هو تهرس في رجلين ما في حالنا والو غير حنا شي مساكين وصافي ما كاين ما نلبس ما كاين. انتم ما كتشوفوا في حالتي كل شيء هذا الشيء ديالنا راه تكرفس. كنا على برا كنت عند اختي يلا شت داك الشيء وكان جري للدار زعما نعتق شي حاجه وما كاين ما نعتقو ما كاين ما نعتق. حتى جا الواد دخل للدار مشينا هربنا لعند شي ناس حيت ما قدرنا نجلسوا في الدار حيت خفنا يدينا الواد غير الناس اللي عتقونا وصافي. خفنا نجلسوا في الدار حتى حنا خفنا يدينا الواد الناس اللي جايين وخرجوا ليا هادشي لا كون ماشي الناس كون شي هادشي غيمشي. الله يرحم ليكم الوالدين الله ينصر سيدنا ويعاونوا والسلطات الله يرحم ليكم الوالدين اللي بغى يعاونني بشي حاجه. ها انتم كتشوفوا في حالتي راه ما في حالي والو. دابا الدار دابا راه المشكله الكسيبه ديالهم والحواش كلشي هادشي مشى ليهم تكرفست بزاف. ما كملنا حتى 15 دقيقه حتى لقينا الفيضان دخل الدار وسميتو الكسيبه مشات ليهم شي سبعات الحواله ومشات ليهم والدجاج والناس كانوا في الدار كل ما عتقاهم الجيران كون غيمشيو حتى هما. لازم يكون بخير الا كاين شي محسنين يعاونهم. راه سميتو الكسيبه مشات ليهم والدار عامره بالغيث راك كتشوفوا الدار كي دايره بالغيث شي 60 سنتيم باش تخليهم الماء للدار والكسيبه شي متر ونص باش تخلب عليهم الماء للكسيبه. اما الدار فين كينعسوا فيها تقريبا شي 60 سنتيم ولا 70 ديال الماء. الحوايج ديالهم كاملين تكرفسوا. انتوما كتشوفوا البيت كي دايره والبيت الاخرى كي دايرين عامره بالغيث. الحوايج ما عندهم ما يفرشوا. دابا كنطلبوا غير المساعده لخالتي لا الدار باش يتعاونوا عليهم الله يرحم والديه وتلقى فين تسكن الله يرحم والديه. هادشي اللي بغيناه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.